العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسبوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم من من لجأ والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما فارت النور مقلتي فسالا فغطى السهل موجه والجبال وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكال عصفت في شراعها وهي نار عاصفات الضبا صبا وشمالا فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج إعوالا قلت ماذا عراء ميمة فقال هاي مولاي الزهرة تريد تسمعها من رسالة قلت ماذا عراء ميمة فقالت جاء عاشور واستهل ليش معناتها مولاي علي زهر الرداء الأسود ضعي على رأسش هالساعة قلت ماذا عراء ميمة فقالت جاء عاشور واستهل الهلال قلت ماذا علي فيه فقال ويتجدد لحزنه سربالا ليش نقيم العزامة ولا قال صارت مواتم في السماوات العليا بنت النبي الحور نصبا لعزيز في هذه الليلة ترى رسول الله وياك هاي شوف دمعاتك أو إلا صارت مآتم في السماوات العليا بنت النبي الحور نصبا لعزيز والكل ينادي يا غريب وغاضية وهذا ينادي يا شهيد ما تعطشه ولله وما حد تولع بالبجة بكل البرية في بعد عندكم محزون ثاني قال اي والله عليم بالدارها ما
ما حط ولع بالبجب كل البرية مثل الحزين الواله ابن الحنفية هل الهلال ودمعته بخبه شناد محمد داخل دار ايناد عاشور هالهلال عاشور يقولون هل محرم وقبل من احزان وابجي على قاصد أراضي غربة وحش عليه نوطة لعاشورها الهلال عاشورها وانت بعد تسليهم قالهم فلا اتسال ايش بسوي ها قال بنصب معاه تمليه وهذه المنازل موحشة لعاشورها للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمين آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن للحسين حرقة في قلوب شيعته الكلام يبين على أن هناك طبقات عاشورائية يعيشها الحسين. لذلك عندما دخل رجل على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله هل علينا محرم؟ قال ومتى انقضى عنا محرم؟ بكل يوم محرم عندنا، بكل يوم ساحات الحسين موجودة عندنا، الحسين بقلبنا. أول ما تجر علينا مصاب ويجر علينا مصيبة، أول ما نذكر مصاب الحسين عشان نهدم مصائبنا. إذا فمصاب الحسين مصاب عظيم وجعل له طبقات لا بد من معرفتها. قال الطبقة الأولى مولاي لعل الكلام يكون فيه شيء من الفلسفة لكن رايح نطرحها بأبسط ما يكون. الطبقات الأولى أو الطبقة الأولى قالوا الطبقة النورية، هناك بعض الطبقات النورية لثورة عاشوراء ومصاب الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهناك طبقة طبيعية، وهناك أيضا الطبقة الثالثة وهي ما تسمى بالطبقة الروحية. وهل هناك اتصال بين الطبقات وما تلك الطبقات؟ الطبقات النورية مولاي الطبقات التي تسمى بما هي ما قبل الوجود، أكو قبل الوجود وأكو بعد الوجود وأكو ما هو في الوجود. الطبقات النورية مولاي، والحسين بن علي كان نورا تحت عرش الله كان يذكر مصابه. كيف يكون ذلك؟ سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام للطبقة النورية، أريدك تستوعبها مولاي، على أن الحسين عليه السلام ما زال نورا تحت عرش الله يعني غير موجود، عما حدث لنبي الله نوح عليه السلام عندما طاف بمرسى من الله بتلك السفينة. ومرساها بيد الله عز وجل. انت مو انت اللي تتحكم بهاي السفينه، احنا قاعدين نفقدها لك. فلها مرسم ولها رسم
يعني مرساها ومقامها وحذفها في البحر ليس على يديك أنت، إنما نحن من النحو السماوي الذي نسيرها متى شئنا ونحركها كما أردنا ونوقفها بما شئنا إن شاء الله عز وجل. يقول فأصبحت تسري تلك سفينة بنوح عليه السلام إلى أن وصلت إلى الأرض فأصبحت تدور حولها. قال إلهي لقد تزعزع من على ظهرها. شو اللي قاعد يصير؟ شو اللي قاعد يجري؟ أو أنت الذي تسيرها إلهي وبمشيئتك وترسيها بقدرتك؟ قال بلى. قال إذا فزع من على ظهرها إلهي ما الذي جرى فيها؟ قال يا نبي الله إنك مررت على أرض يقتل فيها رجل يقتله ألعن الخلق في السماوات السبع وسماوات الأرض ملعون لأهل السماوات السبع والأرضين السبع يسمى يزيد بن معاوية. يقول فما ابتدأ نبي الله نوح عليه السلام بلعن يزيد بن معاوية إذا احتلت تلك السفينة فمشت في حلها. يعني ما وقفت، قامت تتحرك بعد الفزع اللي جرى بها إلى أن وصلت إلى الجند أو إلى الجند. هذا يدل على أن المصاب ما زال موجود في العهد النوري للحسين عليه السلام. أيضا نبي الله زكريا إذ اختلطت أمور في الطبقات الثلاث في قضية نبي الله زكريا عليه السلام. نبي الله زكريا على نبينا وآله ونبيه أفضل الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبدل بالدعاء، يعني يبدأ بالدعاء يرفع إيده للسماء فينادي بأسماء القدس فيختمها بأصحاب الكساء فينادي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن. يقول ما إن يصل إلى الحسن تخنقه العذراء. يقعد يبكي نبي الله زكريا نوح يرخي إلى أن رفع رأسه إلى السماء. إلهي ما لي إذا وصلت إلى الحسين اختنقتني العذراء وجرت على شنبتي الدموع. قال أعلم يا نبي الله أنه يقتل الحسين بيد ظالم تلعنه أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع. فيبكي عليه نبي الله زكريا. قال ومن يكن هذا؟ قال فرح وصبر رسول الله محمد. يقول فرفع يده إلى السماء. شوف الوضع مولاي لازم تعرف تاريخه. نبي الله زكريا كان يدعو الله عز وجل طيلة نهاره بدعاء أن يهبه بغلام. قال إلهي اجعل لي غلاما يحترق قلبي عليك ما احترق قلب رسول الله في صوته الحسين. يعني ذبح الكبش اللي صار كبش الفداء نبي الله يحيى مولاي إلى منه إلى من دعاء من نبي الله زكريا أن يكون مصابه كمصاب الحسين بن علي عليه السلام. هذا هو المصاب. إذن ننظر إلى هذه فتوزعت طبقاتها. نرجع إلى الطبقات مولانا. توزعت طبقاتها على أن نبي الله زكريا عليه السلام دعا بدعاء والحسين في الطبقة النورية لا زالت نورا تحت العرش. صحيح؟ هذه واحد. ودعا بالله عز وجل أن يريه في ابنه كما رأى الرسول في ابنه الحسين عليه السلام. نروح ناخذ قضايا الرسول الحين. فالرسول وعهد الحسين أو بعهد الحسين كان خاليا من رسول الله. مو صحيح؟ خاليا من رسول الله. فأصبحت الطبقة الرسول هي الطبقة الروحية في عالم الأرواح والحسين في العالم الطبيعي الذي نعيشه نحن العالم الطبيعي. فدعا نبي الله زكريا بالحسين وهو في الطبقة النورية برسول الله وهو في الطبقة النورية على أنه يجزى بما جزي الرسول يصاب بما أصيب الرسول في الحسين
والرسول في الطبقة الروحية في عالم الروح والحسين وفي عالم الطبيعة. كان أنا خلني أواسي إليه. إذا هذا يدل على شيء، إن دل يدل على أن الرسول الأكرم وهو في الطبقة الروحية، يعني وهو روح، قد تآذى من مصاب الحسين وبكى من أجل الحسين، لذلك ما طلبه النبي إلا إحساسا بالنبي الآخر. وصحيح مولاي. إذا هذا ما استدل به على أن النبي يشهد على أن الرسول كان حاضرا روحا في ملاقاة الحسين، في استقبال روح الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذا هو عظم المصاب. قال إذا فانشقت الطبقات في قضية نبي الله زكريا عليه السلام. أيضا على أن هناك الطبقة الطبيعية التي نقومه نحن في مصاب الحسين وما يجري على الحسين، وأننا نقيم العزاء عليه ليلا نهارا. العزاء يقام على الحسين عليه السلام، ما تهدأ العبرة. الشوف دائما قلبك مشتاق للحسين، تتحمل مولاي تسمع واحد يقول لك انا بكره ان شاء الله مسافر الحسين، تامرني بامر، تطلبني بطلب، انت شو تسوي؟ هذا كانما يقتلف هاي قلبك، يقتلف هاي الروح وياخذها، ها يقتطفها وياخذها، كانما يريد يوصلها للحسين عليه السلام. اول ما تقول لك وصل هناك عند الضرير بلغ الحسين عليه السلام. باشتياق مولاي، اشتياق بوله، بحب. لذلك أصبحت الطبقة الطبيعية التي نجسدها نحن، والطبقة الروحية الأخرى هي التي يجسدها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يجسدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تجسدها الزهراء في مصاب الحسين. إذا تختلط طبقاتنا الطبيعية، محضرنا الطبيعي في هذه المجالس مع مقام الزهراء، مع مقام رسول الله، مع حضور هذه الأرواح التي تجمع فيها دموع المحبين للحسين عليه السلام. مولاي الصادق يا ابن رسول الله، أو عندك ما تقوله إلى الشيعة؟ قال بلى. قال إن تحت عرش الله، قال الإمام الصادق يقول إن تحت عرش الله مجلس يقام للحسين عليه السلام، فلا يجتمع فيه إلا الباكون عن الحسين، فتأتي الملائكة تنادي ادخلوا الجنان تفضلوها بسلام، فتنادي الأرواح لا ندخلها ونحن باكون على الحسين. نقعد نبكي على الحسين، ترى هذا المقام، هذا الجنة كلها، الحسين هو الجنة. من هو يعوف الجنان؟ قال فهذه خصائص يعيشها، فتعيشه الطبقة الثانية، الطبقة الطبيعية بين الخصائص في العواطف على الحسين. هناك من تكون عاطفته للحسين، راح تنقسم مزايا العاطفة مرة ثانية، بعد تنقسم الطبقة الثانية، طبقة طبيعية وهو احنا. قال هناك عاطفة لما يجري بالحسين، فيرتمي القلب بالعاطفة على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بمقام الإمامة. قال إذا تسمى هذه العاطفة العاطفة العقائدية بمثل الحسين، بمثل الحسين يعني الإمام، بمثل فرخ رسول الله، بمثل صدق رسول الله، بمثل من وضعه الرسول في حجره فأصبح يشم منحره، يقبل منحره، يلطأ صدره بالخيول. عجيب مولاي، ما يتحمل الوضع، ما يتحمل الوضع. دخل رجل على الإمام زين العابدين يقول له مولاي بعهد رسول الله، عندنا كتاب يقول بعهد رسول الله ما وضع على منبر رسول الله شيم. الإمام زين العابدين قام يبكي يقول له شوف ما أدري هي وصلت لك الرسالة لو ما وصلت لك الرسالة لو ما وصلت، أن الإمام زين العابدين قام يبكي يقول له بعهد رسول الله مولاي منبر الرسول ما صعد عليه الشيخ. قال له اشتعني يا رجل؟ قال يقولون بالمصاب الحسن صعد على صدره الشيخ.
هذا صحيح يا ابن رسول الله أم لا؟ قال لا تسألني هذا السؤال، فاسألني أبا وكان الشمرحة في القدم أنا من أعلم. مولاتي الزهراء سامحينها، مولاي يا رسول الله اطلب منك المعذره. هل مصاب الحسين؟ هذا اللي جرى على الحسين، اريد هذا الاستعداد. يقول ابو حمزه في الثمالي دخل على الامام زين العابدين، واذا بالامام زين العابدين يجهش بالبكاء، يصيح ويم يبكي. دخل خرج ابو حمزه في الثمالي والعلماء موجوده، واذا ابو حمزه في الثمالي يبكي. يقولون له ما بك يا ابا حمزه؟ يقول له دخلت على الامام وكسر قلبي من صياحه. ما سنت الامام زين العابدين، قال دخلوا وشوفوا المصاب. اول ما دخلوا على مجلس الامام زين العابدين خروا للتراب يبكون، ما يتحملون هذا مصاب الحسين. مولاه انتظر الامام محمد بن ابو حمزه الثمال، انتظر الامام شويه يهدى شويه يسكت الامام. اتقرب الي قل له مولاه يا ابن رسول الله ارفع راسك خلني اكلمك. رفع راسه واذا بزين العابدين يقول اينك انت يا ابا حمزه الثمالي؟ يقول له ابو حمزه الثمالي انا امامك سيدي ما تشوفني؟ قال لا والله ما اشوفك يا ابو حمزه الثمالي. قال عن مولاي سيدي انت كنت بصير العين، شلي على عينك هالساعه. قال اعذروني سكينه جتني بعمامه الابو، جتني بعمامه الحسين ووضعتها امامي. شلون ما ابكي يا ابا حمزه الثمالي؟ شلون ما ينجبل علي الحزن؟ شلون ما ينجبل علي المصاب؟ ابو حمزه قل له نعم، قل له قلبي يا ابو حمزه تراه تفتت وداب مثل المصيبه اللي بهتني ما حد صاب. شربتهم كلهم غصون وفرت ساعة واستدوهم حر متراه. ليش في الجسم اللي على المسناد مطروح؟ هذا قابل على يشكون، هذا ابو فاضل اللي عنده حاجة هاي يدعون. شباب اخوانكم اللي عندك معتقل ترى الحسين نادل عالم كسر ظهري عليه، ادعوا من فرجها. خواتي ما تسمح خل تدعو لاخوانها. اولا لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي بسباح العريس مذبوح، لو شفت الاكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت النكر بلا شيخ ولا شاه. صدر حسين تحته حلقه وخيم وركبه وزينب مطيه، شحجي يا ابو حمزه وش عدد من هالمصاب؟ قلنا مولاي مولاي يا زين العابدين يعني راسكم دائما مرفوع ما تنكس راسك، كلهم اطفال مولاي. ها قال له والله حلفت انكس راسي. ها شنو نكسر راسك؟ قال ما نكسر راسي لجل ذبح السنادي، والله ما قصر بالغادر يا زنزل البي. انا نكسر راسي راس دخول زينب، مجلس يزيد حسره من نور
حساب مولاي الإمام زين العابدين ما سكت، قام يمشي الإمام زين العابدين محمد بن الحنفية قام وطلع، الشبان قاموا وطلعوا لأنه ما يتحملون المصاب مولاي، أبو حمزة الثماني قام وطلع، وإذا الصيحات قاعدة ترتفع والنوحات قاعدة ترتفع، وإذا بصرخة ها ثلاثية مولاي من هو؟ قالوا من فخر المخدرات زينب تنادي حسين حسين يا حبيبي. الإمام زين العابدين قام يسأل ايش بها عمتي زينب؟ لوالي السجاد يبكي والدمع يجري من العين، من ساحت الحورة ثلاث نشدات يا حسين، لا بأمس وش حال زينب قاعدة تدور وترطم على الهامة ودمع العين منثور، نادى يا باقي الأهل هل هنا ويصيح وحزني على العباس ويحسن، ويصيح وحزني على وساحب الغيرة، وفي وين جاسم واخوته وباقي العشيرة، طيعت راهي حيلتش من بعد لحسين، طيعت راهي عيشتش من بعد لحسين. قالت مولاي خل عمتك شوي تتكلم بعدها، قالت كلمة يا زينب سمعينها، قالت مصاب ما جرى للخلق والناس، عاينت اخويا على الثرى جثة بلا راس، واعظم علي يوم صدر حسين ينداس، واظن حالي من بعد عباس وحسين، واظن حالي من بعد مولاي. اسألكم هدأوا؟ قال لا والله بعد دخلت عليهم واحدة بعدها، ودخلت حزينة من البنين بقلب مكسور، نادي يعذروني تشال مني صاير كسور. اسألكم ام البنين قصرت؟ قصرت ام البنين، دخلت تعتذر منهم، ودخلت عليهم والبنين بقلب مكسور، نادي يعذروني كان مني صاير كسور، اولاد اربعه كل هيدا بايح يوم، ما اشوف بالدنيا عوض عندي على حسين، ما اشوف بالدنيا عوض عندي على حسين. مولاي بعد قامت الزفرة وياهم، اكو وحدة بعد رايحة تكسر خاطركم بعد من ضمن النسوانها، وام الربا بتصيح اواظم حالي، يم المهب جلسة مهب الطفل خالي، وام الربا بتصيح يم المهد جلسات ومهد الطفل خالي، لو رحت يا ابن عاد لي سوري العالي، يا ريت كل ارواحنا تفداك يا حسين، يا ريت كل ارواحنا تفداك يا حسين. كانت ام البنين شوي جروب تهدئهم قليل، وإذا بصيحة من النسوان، زينب قوموا شوفوا سكينة ايش قاعدة تسوي؟ ايش عندها سكينة؟ خرجت زينب وإذا بسكينة ممتدة بصحن الدار تحفظ التراب،
طلعت سكينة والدمع بالخد همنا وطلعت سكينة بالحزن والدمع همنا امتدت على حر الثرى تسحب بالرمال تنادي يا عم فوق صدري خلي والعين يا الله سخينة تريد ان نعال حطونا على صدرش ليش سخينة عندش حاج من اهلش مطاوب على سخينة وطلعت سكينة وين دمع بالخد همنا امتدت على حر الثرى تسحب بالرمال تنادي يا عمه فوق صدري خلوا نعام ودي اواسي حسين وحزني على حسين ودي اواسي حسين وحزني على حسين اشوف قلبك ويا زين العابدين اشوف قلبك يا زين العابدين لذلك اريد ان اسمعها من لسانك انت اريدك تجلس ويا زين العابدين وتقدم لها الكلام ويلي تناشدني على من تهمل وكل العزاء والنوح والضجة على حسين حبه بقلبي يا خلق ما هو بطوعي والله كل المصايب هونتها مصيبتي حسين كل المصايب هونتها مصيبتي حسين كل المصايب هونتها مصيبتي إلهي نسألك وندعوك بحب الخلق لك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين أن تفرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير عاجل كلمح البصر يا الله أقرب من ذلك يا كريم إلهي من هو طالب حاجة في هذا المجلس فاخذ اللهم حوائجه بحق قاضي الحوائج أمير المؤمنين يا رب العالمين يا الله من كان مريضا أو عنده مريض فداوي اللهم بدوائك وبعده عن بلائك بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام من كان عنده مسافرا أو غائبا رده إلى أوطانه سالما قانما لا فاقدا ولا مفقودا اللهم فك قيد كل أسير لا سيما أسران المظلومين من أيدي الظالمين يا رب العالمين يا الله خمسا بالحسين 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 بعد خلي تسمع السهرة دعاتها بالحسين 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 مولاي ترى ما عندنا وسيلة غيرها بالحسين 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 اللهم ارحم موتانا وشهداءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وإذا موت الحاضرين ومن مات على الإيمان وللشهداء الأبرار والعلماء الأخيار وذن الجميع ثواب سورة الفاتحة المباركة تسبقها صلوات